وبمناسبة الأعياد الوطنية وضمن موسم أعياد البحرين يستمر التوافد على مهرجان الأعياد الوطنية الذي تنظمه وزارة الإعلام في القرية التراثية بمنطقة راس حيان وتستقبل القرية التراثية زوارها من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الحادية عشر مساء إذ يتميز المهرجان هذا العام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ويقدم المهرجان أيضا فعاليات وأنشطة جماهيرية متنوعة منها الفرق الشعبية والسوق الشعبي الذي يضم منتجات متنوعه وبرامج ترفيهيه مختلفه